أهلا بكم، تحياتي مشاهدينا الكرام عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، تحية تصلكم من اتحاد أرينا هنا في أبو ظبي. أجواء الان بي اي للسنة الثانية على التوالي، نجوم الدوري الأمريكي لسلة المحترفين دنفر ناجتس والبطل فريق بوسطن سيلتكس يتواجدون في أبو ظبي من أجل بري سيزن جيمز. اليوم يوم الاحتفاء بمشجعي الان بي اي، مباراة أساطير كرة القدم. الجمهور سيستمتع هنا في اتحاد أرينا بتواجد إيكر كاسياس، فيجو، وكذلك روبرتو كارلوس من ريال مدريد سابقا، سيتبارون ضد بيكي ورونالدينيو وكذلك تيري أوري. أجواء ممتازة هذه الأيام في اتحاد أرينا، كرة سلة ان بي اي على أساطير كرة قدم، أكيد المتعة موجودة للجماهير. يوم لن ينسى في اتحاد أرينا، خاصة بتواجد الكم الهائل من نجوم الرياضة العالمية هنا في العاصمة أبو ظبي من أجل الاحتفاء بجماهير الـ NBA. صحيح هنالك فريقين شهيرين بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس من أجل المباراة تقديم الموسم أو البري سيزن جيمز، لكن أيضا تواجد لاعبين كبار في كرة القدم، أساطير كرة القدم، إلى جانب أيضا لاعبين معتزلين في الـ NBA أمثال كيفين غارنيت وكذلك ماكسي بوكس، يعني أساطير كنت فقط أشاهدهم في التلفزيون، والجماهير كلها هنا في أبو ظبي وفي دولة الإمارات كانت تتابع هذه الأسماء الكبيرة عبر شاشات التلفزيون. أتحدث خاصة على جماهير على لعيبة الـ NBA. اليوم هذا الحلم حقيقة هنا في اتحاد أرينا من أجل هذه الاحتفالية الرائعة والمباراة الاستعراضية، كرة قدم، كرة سلة، الرياضة العالمية دائما هنا في أبو ظبي في الإمارات. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين على أبو ظبي الرياضية، إلى اللقاء.